زي كفن تبع الموجة. به اليوم سنطفي أول رحلة سياحية غير منتظمة تحط بمطار انفيذ الحمامات الدولي، وهذا بعد القرار اللي اتخذه وزير السياحة محمد علي الدومي. أكيد باش تتلوها رحلات أخرى لو نحكيه شوية معناها في الإطار هذا. بالفعل هي أول رحلة قادمة من جمهورية التشيك، منظم رحلات تشيكي، وتتلوها رحلات أخرى سواء على مطار الفيلة أو مطار جربة، وإن شاء الله يعني الوضعية الصحية والوبائية في بلادنا وفي بلدان العالم تسمح باش تكون الرحلات هذه مستقبلا.